طيب معي على الهاتف الدكتور عبد الله السبيعي مستشار علاقات اسريه، حياك الله دكتور عبد الله. الله يحييك يا الله، مرحبا فيك اخوي الكريم، واحييك واحيي الضيوف جميعا وكل المشاهدين. الله يحييك. عنوان حلقتنا كما شاهدت وكما علمت فن التعامل مع المراهق، تعليق الدكتور عبد الله السبيعي هذا حول هذا العنوان باختصار. طبعا انا اشكر الضيوف الموجودين معك، ما شاء الله تبارك الله، يعني اسروا الموضوع بشكل وافي جدا. انا فقط راح اتكلم عن نقطه بسيطه، يعني قليل جدا منا اللي انتبه للنقطه هذه او اثارها او تحدث عنها. طيب تفضل. اللي هي انه احنا في بالعصر الحديث دخلنا مرحله المراهق بين مرحله الطفوله وبين مرحله الرجوله او مرحله الاكتمال، فبدينا نوجه رسائل للفتيان وللفتيات انه انتم في المرحله هذه يعني كانكم ناس جيتوا من كوكب اخر، وحنا لازم نتعامل معكم بطريقه مختلفه، وانتم ناس يعني لا انتم اطفال ولا انتم كبار. ف بسبب هذا التفريق او هذا التوزيع اللي احنا سويناه جعلناهم يبتعدون شويه عن المجتمع، ساهمنا في المجتمع، بينما الحقيقه انه هم فقط انتقلوا الى مرحله التكليف. ولو رجعنا لتاريخ الامه الاسلاميه لقينا عشرات الاسماء البارزه اللي برزت في سن 16 و15 و17 18 سنه، حتى انه بعض القاده واشهرهم اسامه بن زيد كان قائد الجيش الاسلامي وعمره 17 سنه. ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو معلمنا الاول انه مراهق وانه ينبغي التعامل معه بطريقه. فافضل طريقه نستقيها من تاريخنا الاسلامي من معلمنا الاول محمد عليه الصلاه والسلام، وايضا يؤيدها العلم الحديث في التجارب والبحوث الاخيره، ان تعامل مع الانسان في الفئه العمريه من 12 سنه الى 18 سنه الى ما قبل سن الرشد، تعامل معه على انه شخص راشد. صحيح. لا تتعامل معه على انه انسان يعني بقايا طفل او انسان ترك مرحله الطفوله ودخل في مرحله الصبا وانه انسان متفلت وانه ابعد. مثل ما ذكر الاخوان من شوي انه لا تنتقد جميع تصرفاته ولا تستغرب من بعض التغيرات اللي تصير عليه، فهو لم يعد ذلك الطفل الصغير اللي كان موجود عنده. صحيح صحيح. بارك الله فيك دكتور عبد الله وشكر الله لك. إن شاء الله. شكرا لك. واياكم ان شاء الله، وشاكر ومقدر لكم. شكر الله لك، بارك الله فيك. معي اتصالات مهندس باسم ونرجع. طيب لعلي يتواصل استاذ فهد. ابرز السلوك السلبيه التي يقوم بها المراهق. والله انا اعتبر ان السؤال هذا استفزازي للشباب المراهقين. طيب يعني قبل هل ترى ان كلمه مراهق لها بديل؟ البديل ما يكون ان نعم. الاسم قد يكون استفزازي. لا، البديل الشرعي هو الفتى والفتاه. فتيه امنوا بربهم. نعم. البديل الشرعي هذا، لكن للاسف ان المصطلح هذا غلب ونستطيع التخلص منه. ممكن. انا اريد فقط ان يعني اتكلم عن اذا سمحت لي قبل ما ناخذ النقطه هذه على قضيه الصداقه بالنسبة للمراهق. ممتاز. جميل. تفضل. أولا تعديل أو إجبار المراهق على تغيير أصدقاء هذا غير مجدي. سيتمسك بهم لأنهم حاجة أساسية من حاجات نموه. ممكن يخسر الأسرة كلها. فإجبار ما ينفع. شيء ثاني، طيب كيف أتعامل معه؟ يفترض أن يوضح له مواصفات صديق صالح فترة الطفولة. وهذا لعله زي سؤال الأخت أم أحمد لما قالت أن ابنها مخلص الثانوي يمشي مع رفقاء تريد أن تغيرهم. أي نعم. التغيير أولا وقبل كل شيء، لا يمكن أغير مراهق وأنا علاقتي معه زي ما قلت أنا في قضية حاتم وقضية إفرح. لابد أولا أن تكون هناك علاقة رائعة داخل البيت، ما فيها سب، ما فيها شتم، ما فيها لوم، ما فيها إهانات، ما فيها صراخ، ما فيها نسميها يعني يوميا في صدامات. أنا أنصح أي أب وأم دائما في إذا جتني أي مشكلة في التعامل مع المراهقين، وهذه لعل الأخوة يعني المشاهدين والمشاهدات إذا رغبوا في حساب في تويتر متخصص في المراهقة يكتب فهد محمد الحمدان في تويتر يطلع له تقريبا 3000 تغريدة عن المراهقة متعلقة في هذا الجانب. أنا أقول لا يمكن إجبار المراهق على تغيير سلوكه، لابد من فترة أنا أسميها فترة إعادة علاقات. ممتاز. فترة زي ما تقول زي الدول إعادة مثلا العلاقات إلى سابق عهدها الجميل، يعني أنا أتخلص تماما من المواجهات وأعامل ابني على أنه صديق، على أسولف معه، أترك العبارات الاستفزازية هذه وأترك حل المشاكل هذه إلى وقت آخر بحيث أن أعيد المياه إلى مجاريها.
المراهق إذا كان منفعل، أنا أشبه المراهق كأنه مراهق كأنه قطار سريع يدعس اللي قدامه، ما عنده تفاهم، إذا كأنها إبريق يغلي من الماء، وبالتالي أنا إذا سديت الإبريق هذا بينفجر فيني ويحوسني. لذلك لابد أني أعرف كيف أتعامل مع هالمرحلة هذه، أعيد العلاقات كما كانت، أبتعد عن كل استفزاز. إذا المراهق حس أن ما فيه عناد، ما فيه صدام معه، يبدأ مراجعة حساباته قبل، لا تحت تأثير الانفعال وسيعاند ولن نستطيع إقناعه بأي شيء. بالعكس، أنا أقول شيء، أنت أصرخ في وجهه ويصرخ في وجهي، يطلع يصك الباب في وجهي، إذا العملية ستستمر بهذا الشكل ولن يحدث فيه. ثم متوترة. إيه نعم، هذه العلاقات متوترة بين دول، لا بد أنهم يعيدون السفراء، ثم يصير فيه اجتماع، ثم يصير فيه مباحثات، شهر 3 أسابيع يصير فيه عادة علاقات. معليش أتناسى يا أخي، هذا ابني لازم أقبل فيه كما هو الآن، مو بالقبول معناه موافقته على أخطائه، لا، ولكن القبول فيك ابن لي. إذا أنا قبل جلست معه وغيرت علاقاتي يعني تصرفاتي معه، بيبدأ يراجع نفسه، يعني أمي تغيرت، أبوي تغير، صرت أعمل معي بشكل أفضل، خصلة العناد الرئيسية والصدام الرئيسية اللي كانت تستحثه لعناد أكبر بدأت إيش يعني أزلناها. ف إذا تمت العملية هذه 3 أسابيع أو شهر، بعد ذلك يمكن نقاش المشاكل بهدوء وأريحية. صحيح، ممتاز. طيب الأخت فاطمة، أستاذ فهد سألت أن أخوها عمرها 24 سنة كيف تتعامل معها؟ أنا تقول أنه ما يبقى في البيت إلا وقت النوم فقط. طيب أول شيء هذه لازم معرفة ظروف كلها. أنا أقول دائما إذا جانا شخص مثلا يشتكي من شخص آخر، ويعذروني الأخوان المشاهدين المشاهدات، إذا كان هذا أعور وجي يشتكيني يقول والله مثلا فلان فقع عيني، تمام، فلان، لازم نشوف الطرف الثاني، يمكن عينيه الثنتين كلها راحت. صح. أنا قصدي لازم نعرف طبيعة المشكلات، والحقيقة أن كثير من اللي يشتكون يريد فقط إثبات أنه على حق، يريد ما يبغى يسمع الحل، يبغى يشوف هل الحل اللي موجود يوافقه، الحمد لله، ما يوافقه ما يأخذ فيه. لذلك لابد أني أنا كسائل أو كسائلة يكون عندي رغبة حقيقية في الإصلاح، مو برغبة حقيقية في إخضاع هذا الشخص لأهوائي ولرغباتي. لو نأخذ المشكلة بصورة عامة، يلا خلنا نأخذها الآن بصورة عامة، يعني الآن اللي عمره 24 سنة هذا تعدى مرحلة المراهقة، هذه نقطة مهمة. ممتاز. تمام، وهو رجل الآن يتحمل مسؤولية نفسه، الآن هو شق حياته، هو مسؤول عن نفسه. أنا ودي نأخذ هذا بشكل يعني واضح، الولد إذا تعدى سن التكليف أصبح من بربيه، أنا أتعامل معه الآن، بتلازم أحسن التعامل معه حتى لو ما حصلت على نتائج، على الأقل يسمونه شعرة معاوية، أحصل على يعني قدر الإمكان على علاقة جيدة معه حتى ما ينجرف الأشياء أخرى. الآن أحسن البيئة داخل البيت، يمكن يا أخي ما يبغى يجلس في البيت لأن البيئة طاردة اللي في البيت، ما يلقى إلا إهانات، وأنت ما تفهم، وأنت غبي، وأنت مدري إيش، وبهذلتنا وحسرت فينا وحستنا، هذه العبارات وش تقدم له؟ لا تقدم له إلا يعني. أنا أعطيك مثال، لو أنا مثلا موظف وعندي مدير، وأنا يعني شخص يعني يمكن تعديت 30 شوي، ها، وعندي مدير مثلا يبهذلني ويحسر فيني وكل شوي أنت ما تفهم، ما تعرف ضبط شغلك، يا أخي ببحث لي عن بيئة أخرى. لذلك صحيح. أنا أقول دائما تحسين العلاقات. الشيء الثاني، أنا أجلس معه وأشوف وش يبغى بالضبط، وش الأشياء اللي يحتاجها. جلسته خارج البيت، أنا ودي أنبه على نقطة بالنسبة لتأخر الأبناء والبنات خارج البيت، وهذه نقطة ودي يعني ترى حلها سهل جدا وبسيط. إذا تأخر الولد عن البيت، غالبا حنا نقول وش اللي أخرك، ومدري وش اللي فيك، اللي ما فيك، واللي كذا يحس انه غير مرغوب فيه، يحس انه اصلا يعني جلسته في البيت كلها بهذا الشكل. انصح الاباء والامهات لاول مره اذا تاخر ابنائهم عن البيت، اقول له يا ولدي باختصار بسيط، يا ولدي والله قلقت عليك، انا والله ما عرفت انه وانت قاعد برا البيت، بس واترك هذه الكلمات ايش تسوي؟ تغلي في داخله، تعيش فيه صراع. اي ثم يجي من بكره ويحس انها يعني فعلا سوى مشكله. احد الامهات أخذت، كان ولدها بيأخذ سيارته الجمس، سيارة تبع الأبو كان غايب، بيأخذ السيارة الساعة 11 أو 10 ونص في الليل، فقالت له شوف يا ولدي أنت هذا المفتاح زين، بس ترى أنا والله قلقانة عليك، يعني ما تتوقع الشعور اللي أشعره وأنت خارج لو دقائق، فأطلع خذ راحتك. يعني أنا أعطيه ماذا؟
اختياره، لكن أقول له يعني أصف له مشاعري الحقيقية. إذا وصفت له مشاعري بدون إهانات وبدون سب وبدون توجيه لوم، حتى لو ما استجاب الآن بستجيب لاحق. إيه لاحق صحيح. ممتاز. طيب أنا أستاذنكم في اتصالات معي على الهاتف. ألو السلام عليكم. أبو علي على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميل. مسيت بالنور. حياك الله يا أبو علي، تفضل. الله يحفظك. أنا ودي أسأل يمكن ثلاثة استفسارات من المشايخ الفضلاء والمختصين. الأول، الآن المراهق أما يكون عدواني أو انطوائي أو اجتماعي. في الحقيقة يعني بعض الأبناء لدي شخصيته عدواني، تعرض للتحرش اللفظي. كيف أعزز ثقة ابني في نفسه وأرجع المستوى الأول من غير ما يحصل له انفصام في شخصيته وتفاقم حالته؟ هل أذهب به للعلاج النفسي أو بالجلوس معه في مقابلة شخصية، أو يعني أضطر للعلاج الدوائي؟ طيب، عن طريق النفسية. كم عمره يا أبو علي؟ كم عمره؟ عمره 17 سنة. عمره 17. طيب تسمع توجيه من الأستاذ إبراهيم الآن. بالنسبة للتعامل مع ابنك بارك الله فيك، هو يحتاج الآن إلى نوع من الأريحية والأخذ والعطاء، وممكن تستخدم معه أسلوب الإقناع، أسلوب الأخذ، وفي قضية تقبل رأيك أو تقبل مثلا مطالبك. الجانب الآخر، التعزيز الإيجابي بلا شك أنه مشجع. قد تستخدم أو تضطر أحيانا إلى قضية ما نسميه أنه كمصطلح تربوي قضية العقاب السلبي. العقاب السلبي وأشبه ما يكون بحرمان المراهق أو الشاب أو الفتى من بعض المميزات. على سبيل المثال، قد أضطر أحيانا إلى مثلا منع من السيارة، بس هذا ما يكون في أول مشكلة معينة، لأن الأساس أن نأخذ سياسة الاحتواء والتشجيع والحب والحنان مع المراهق. لكن لو صدرت من السلوكيات ما تقبلها أنت كأب، لنفترض جدلا مثلا قضية التدخين أو شيء من هالقبيل، نأتي لقضية الحرمان من مكافأة معينة حتى يعود إلى رشده. أنا ما النادي طبعا بالمثالية. لو سألني الله يحفظك الحين مثلا تكلم عليه شخص بلفظ سيء، كيف يرد عليه وهو في مجتمع الآن مثلا كلهم مراهقين، وتعرف أن النظام عندهم مفتوح ولا يحبون النظام ولا القيود؟ مثلا شخص يحب أنه يتلفظ عليه، هل أنا أعلمه جانب من اللفظ السيء حتى يرد عليه، أو أنه يصمت ويكون مهانة لهذه الأبناء أنهم يزودون عليه العيال؟ الأفضل بمثل الحالات، طبعا قضية أنا سأعطيك الحل، لكن لما تترك لابنك أنه يعيش التجربة ويتلقى الخبرات الاجتماعية، لأن قضية ويخطئ. التداخل مع نفس المجتمع سيمر بخبرات سعيدة خبرات سلبية. لما يكون الأب بمعنى أنه قريب منه يسأل عن كل شاردة وواردة وكل صغيرة وكل كبيرة، وحتى يعطيه التوجيهات، لن تكون له شخصيته، لكن تعطيه خطوط عامة وتتركه. في قضية مثلا إذا تعرض إلى إساءة لفظية، الأفضل شيء نرجع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومعلم. وأيضا عندنا في القرآن قضية مقابلة الإساءة دائما بالإحسان، حتى أنك سبحان الله يعني كأنه ولي حميم. الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم عدة آيات أن تعلم ابنك الرد إذا سبه أحد، إذا تكلم عليه بلفظ جارح يقول لك كلمة جميلة، جزاك الله خير، الله يسامحك، الله يهدينا وإياك. من هذه الكلمات ترى الجميلة لها وقع في التعديل. طيب باقي شيء أبو علي تسأل ضيفي؟ أيوه. بالنسبة للولد الأول ما اقتنعت، لأن بعض الشيء يعني في المدرسة الآن بعض التعليقات بعض الأشياء اللي تصدر عليه، يعني أنا أزوده بعض الأشياء، يعني هل أزوده بعض الألفاظ السيئة ولا؟ لأن الطلاب الآن المراهقين إذا وجد أن الشخص يكون طيب معه فيقول هذا عرضة أنها حالة ضعف عنده، لأنها مجتمعنا الآن هو اللي موجود فيه في بعض المدارس في بعض الأماكن. الأمر الثاني، الولد الثاني يجلس مع مجموعة يعني عندهم ثقافة الشرب، ثقافة الأشياء الخريبة، التنبات، الأشياء. ابني أجلس معها أسمع قويل من الأبناء الثانيين، أجلس معها أجد أن الولد متمرد، يعني يقول أنا شخص لا أتعاطى شيء، لا أشرب شيء، ولا لاحظ عليه في سلوكه شيء، لكن قد يبدو أنت لاحظت يعني أنت لاحظت الأشياء تخافها عني. أبو علي هل أذهب به إلى مستشفى؟ هل أواجه به شخص؟ هل أعرضه للضرب او طيب شيء من هذه الاشياء؟ ممتاز ممتاز ابو علي، واضح ما تريد. وتسمع الان توجيه الاستاذ فهد الحمدان ايضا.
بالإضافة لما ذكره الأستاذ إبراهيم جزاه الله خير على هالموضوع، يحتاج هو إلى تعزيز ثقته بنفسه، وأنا أنصح بكتاب كيف تزيد ثقتك بنفسك وتحصل مجانا PDF في 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 تويتر. لكن إجابة على سؤالك، يفترض أن الشخص اللي قوي الشخصية أو اللي واثق من نفسه لا يعتبر أن إساءات الآخرين تهزه من الداخل. يعني إذا مثلا واحد تكلم عليه بكلام سيء يبتسم في وجهه، ينصرف عنها، يعني يقول بكل قوة أنا لا أسمح لك أنك تكلم معي هذا الكلام، يعني يعتبر أن كلام الآخرين مشكلة عندهم هم وليس مشكلة عند الولد نفسه. دائما أقول إذا كنت أنت أو أنا مثلا نريد أن نصلح أبنائنا أو نوضح لهم بعض النقاط، لا بد أن نقرأ ونتعلم في الكتب في دورة تدريبية قدر الإمكان. إذن النقطة الأولى أني أنا أوضح له أنه ليس شديد بالسرعة، هذه نقطة مهمة، وأن شد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشيء الآخر أن إذا والله واحد تماد في أنه يتكلم علي مرة أتجاهله، المرة الثانية أقول لو سمحت أنا ما أسمح بهذا الكلام نهائيا، خلاص بقوة ولكن بأدب، تمام. المرة الثالثة إذا والله تمادى أنا بدل ما قد في مشاكل معه أرفع أمره إلى الوكيل، إلى المرشد الطلابي، إلى المدير، إلى الجهات المسؤولة في المدرسة. هذا بالنسبة للمدرسة. إذا جلست مع ولدي في البيت أوضح له أنه الثقة في النفس، أني أنا يعني احترام الناس لي أو كلامهم علي ما يهزني من الداخل، أنا أصلا أحترم نفسي وأقدر نفسي، ما يحتاج أني أخذ انطباع الناس عني كأنه هو ما أعيشه من الداخل. لذلك أنا أقول لهم دائما بالنسبة لأبنائي وكذا، أقول أي واحد يتكلم عليه كلام غير مناسب ترى هذا الكلام مشكلة فيه هو، في سوء تربيته، في طريقته، في 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 أهله ما عرفوا كيف يتعاملوا معه، الكلام اللي يقوله لك هو مساكين متلقيه مع أهله مع زملائه. لذلك أقول لا يأثرك في هذا الكلام. إذا والله قال إلا والله يأثر فيني وكذا، أنا ممكن ألحقه بدل ما قدر أروح به لطبة ولا كذا، ألحقه في دورة عن تنمية الثقة في النفس، أشوف في النت عن كيف تعزز الثقة في النفس قدر الإمكان وأجمع له هذه المهارات. ممتاز، هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبة للتدخين، ولده الثاني كان مصيبة التدخين، مصيبة أن الشاب يعتقد أنها جزء من لوازم الرجولة أو مسايرة لزملائه اللي معه، ما يريد أن يفقد احترامهم له، وبالتالي يقولون دخن ترى يعني إذا ما دخنت ترى كنت برجال وكذا. فكيف اتصرف معه؟ أولا ما في مثل الإقناع والحوار. من خلال تجربتي أنا في التعامل مع المدخنين الطلاب أعطيك إحصائية وستستغرب منها، كثير يعني الآباء والأمهات اللي يودون أبنائهم لجمعية مكافحة التدخين عشان يقلعون عن التدخين، نسبة الإقلاع عن التدخين كم توقعون؟ يعني أعطونا إحصائية. أعتقد أقل. كم يعني كم تقريبا؟ أتوقع يمكن 5%. 0%. صفر. نعم الجميع يعني هو جاي مغصوب. سبحان الله. إيه جاي مغصوب، وبالتالي ما في شيء مثل الإقناع والحوار. أنا إذا ما عرفت أقنع ولا عرفت أحاور لازم أتعلم أداب الحوار، لازم أعرف كيف أتحاور معه، لازم أثقف نفسي. الشخص اللي يريد أن يقنع الآخرين لازم يصير عنده حصيلة لغوية، حصيلة علمية، حصيلة يقدر يقنع الآخرين. ممتاز. طيب أنا معي الآن طفل مراهق يشتكي من تعذيب أسرته له وضربهم. جميل. له. جميل. وصراحة تفاجأت باتصاله، تفضل معي أخوي. هو رفض إبداء اسمه. حياك الله. معي. ألو السلام عليكم. هل بنسميك أحمد؟ ألو السلام عليكم. مبادرة جميلة من هذه. ما أدري هل هو معي على الهاتف الآن مهندس باسل. ألو. تفضل 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 حبيبنا تفضل. أنا أشتكي من أبوي. أسلم. كل يوم يضربني وكل يوم يهزني قدام الناس. وما يعطيني حقي. ومن زمان حتى وأنا من ولد ابتدائي هو يضربني. وأنا ما سويت شيء. كم عمرك الآن؟ كم عمرك؟ عمري 17. أنا والله أشكر له شجاعته وأقدر له اتصاله. ده 18
يعني فعلا اول مره يعني من خلال فعلا وبعض الناس قد يعتقد المشكله بعض الناس وانا بعض المشاهد قد يعتقد ان اعداد البرنامج انه قام باتصال بها والله لم اعلم عنه ولم ندري عنه باتصاله معنا على الهواء مباشره. طيب هو باقي معنا على الهاتف الان؟ ايه. طيب من متى وانت يعني على هالحاله وعلى هالامور مع والدك؟ يعني من الابتدائي؟ قبل كنت ادرس في الابتدائي ومسكني وانا طالع من المدرسه ويشني فوق يضربني على راسي، فيه مدرس قام يتكلم علي ويضربني، طلعت له وطلع لي قام يضربني ويرفعني فوق يضربني مع راسي، يضربني يضرب ويجي جارنا ويمسكه. ابوك كم عمره؟ كم عمره؟ كبير الحين. كم عمره الان يعني؟ يمكن 48. طيب يعني هل ابوك لا زال معكم او انه طلق او انه تعلم؟ لا موجود معنا، عندي اخواني ما يقول لهم شيء ولا يضربهم. بس انا لحالي. يعني انت لحالك من بين اخوانك؟ اي ما يضربهم ويعطيهم كل شيء ويتكلم عليهم كلام. طيب معلش تصرفاتك انت وش في البيت؟ هل انت مدخن يا حبيبنا؟ لا. طيب معليش الان انا ودي افهم يعني ليش ان ابوك الان يميزك عن اخوانك؟ يعني الان يعاملك معامله سيئه، يضربك، يعتدي عليك؟ شوف يبدا ما دخن. لحظه ايه؟ ما دخن. ايه؟ ما صراحه ما اخليها ذاكر دروسي. ما سوى شيء خطأ، ما تلقف عن الناس، ما سوى أي شيء، إخواني يتلقفون عن الناس. علاقتك مع إخوانك أو علاقتك مع والدتك وشلونها؟ هل يعني تسمع كلامهم، ما يدر منك مشاكل، تغضب الوالد عليك مثلا ويمارس عليك نوع من الضرب؟ أنا ما أكلمها أصلا. هنا الإشكالية. ما تكلمه؟ ما أكلمه من زمان، إذا صرت جالس مكان أروح بعد أستاذ مشارك. طيب ودي أسألك سؤال. أنا ودي أنك تغير أبوك. ها؟ غير أبوك. ليت. طيب. ما نجح. لا إيه لا ممتاز. طيب هل يمكن تغييره؟ ها؟ هل يمكن تغيير أبوك؟ هل يمكن تستبدل أبوك؟ ما أعتبره أبوي. ممتاز. أنا أتفهم مشاعرك هذه، بس هل يمكن تغيير أبوك؟ ها؟ هل يمكن تغيير أبوك؟ لا. ممتاز. إذن المطلوب وش هو؟ كيف تعامل مع أبوك؟ صح ولا لا؟ ما خلاص ما في تعامل. طيب ما في تعامل، اذا انت تبغى ترتاح ولا لا في حياتك؟ ايه. طيب تقرب الى ابوك، تمام، والاستاذ ابراهيم يمكن عنده اضافه، بس تقرب الى ابوك قدر الامكان، حب راس، اجلس معه، خلي المبادره منك انت، انت رجل عاقل الان، انت مكلف، انت الان تتحمل مسؤوليه نفسك امام الله سبحانه وتعالى، انت الان تمثل يعني شخص راشد وشخص عاقل، لذلك إيه؟ يفترض انك انت تبحث بنفسك بغض النظر عن تصرفات ابوك، تبحث عن نفسك، تكتب وش الاشياء اللي سبب المشكله اللي بينك وبين ابوك، هذا واحد. قدر الامكان تكتبها، اذا كتبتها تتضح عندك. شيء ثاني، وانت يعني جالس تكتب زين، اكتب ايضا وش الاشياء اللي تقربك من ابوك. يا اخي مهما كان الاب تعايش معه وتعامل معه ولا تخسره، حتى لو هو يبغى يخسرك، وأنا ما أظن هذا الشيء صحيح، لأن ترى قلب الأب لا يمكن يصير كذا، لكن نفترض أن هذا الواقع صحيح، نفترض أن زي ما ذكرت أنت، أنا أقول اكسبه، حب راسه، حب يده، سمي أبوي آمر، خلي التغيير يجي من عندك حتى أنت. حتى وين أخطأ. إي حتى وين أخطأ، هو يعني هو أخطأ أبوه. بس أنا أقول عندي ملاحظة، بس بقول لك شيء. الحين أنا من في أولى ابتدائي وأنا أذكرها، يضربني إيه؟ من أولى ابتدائي. إيه؟ الحين خوني بيقول لهم شيء. ايش؟ ما يتكلم عليهم. ايه؟ يعطيهم كل شيء. انا مشكله انهم ما يصلون في المسجد. انت من ام ثانيه؟ لا. كلكم من يعني ابوكم وامكم واحد؟ ما في حاله طلاق في البيت يعني؟ لا. طيب حبيبنا لب عليه ملاحظات سلوكيه مثل، هل بيتعاطى امور اشياء او لا؟ لا ما يسوي شيء، مطوع بعد. جميل، ممكن بس طيب داخل في هذه النقطة. دقيقه، هل تستطيع انك تضع رقمك عند الاخوان في الكنترول يتواصلون معك بعد البرنامج؟ رقمي انا؟ ايه. ولا في اشكال عليك؟ لا عادي، احنا بنتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج عسى ناخذ المشكله بشكل واضح. طيب طيب قبل ان نختم استاذ ابراهيم، انا عندي تعليق بسيط جدا. انت يا احمد الله يبارك فيك يا ابني، هل تعتقد ان هذه انك صاحب المشكله الوحيده في العالم؟ يعني بمعنى هذه المشكله موجوده عندك، هل هي اسوء مشكله في العالم الان في رايك؟ ها يا احمد، هل هذه اكبر مشكله الان عندك؟ أو في الدنيا مشاكل أكبر؟ ممكن تجاوبني؟ الدنيا أتكلم الحين عن عائلتي، عن الأسرة اللي أعيش فيها، أنا ما أعلم العالم اللي برا. جميل، أنا ليش وضعت المقارنة؟
أن هناك أسر مثلا لا يوجد فيها أب، أو الأب قد يكون متوفى، أو تكون خلاص هذا شيء مكتوب مقدر أن الأب يموت أجل يموت ولا يسوي. أنا بوصل لك أنا بوصل لك يا أحمد لو تسمعني بارك الله فيك. أنا أقدر وأتفهم كل الزعل الموجود عندك، وربما أنك أنت تعرضت لبعض الممارسات، وليس في قضية أن الآن في الحكم هل هذا حصل أو لم يحصل. أنا أتكلم بشكل عام، أن أريدك يصل لك هالمفهوم يا أحمد عشان تتجاوز هذه المشكلة. هناك في الدنيا ما هي من يوجد عنده مشاكل أكثر بكثير ما عندك، ليست مشكلة الوحيدة اللي مستعصية الحل، مشكلتك بسيطة. طيب تواصل بس مع الأب بإذن الله. طيب حبيبنا قبل أن نختم معك، أنا أتمنى منك رسالة إلى كل أب قاسي يسمعك الآن. يعني أنت تعرضت للعقاب، تعرضت للقسوة من أبيك، أبي رسالة منك أنت يا من تعرضت للعقاب، تعرضت للقسوة من أبيك، إلى كل أب قاسي يسمعك الآن ويشاهد. والله أنا أحب أقول لهم ترى عيالكم يفهمون وجيبوهم بالكلام الطيب، جيبوهم حتى لو غلط مرة، مو بتعاقب على إن غلط، لا كلمة أول مرة الأولى المرة الثانية صدقني هم يفهمون، وكبار ورجال يعرفون الصح من الخطأ، بس مو بإنك تضربه وتعذبه على أي شيء. أنا ما المشكلة يعني أنا ما أسوي شيء خطأ، هو يضربني كذا، إذا زعل من أخوي يجي يضربني أنا، إذا زعل من أمي يجي يضربني أنا، إذا زعل من شيء يضربني أنا، ما أدري ليش سالفته. اسمح لي، أنت إنسان رائع والله، والله رائع، الله يوفقك وإن شاء الله بنجتهد لحل مشكلتك بإذن الله. لعلك تضع رقمك عند الأخوان في الكنترول. وأنا أعيد وأكرر وأقول للسادة المشاهدين، والله وبالله وتالله لم أعلم بمداخلته معنا إلا على الهواء مباشرة، وكان متصل ولم يتم التنسيق معه لا مني ولا من معد الحلقة ولا من ضيف البرنامج. ممكن طيب. بس خاطرة سريعة بس في هالنقطة طيب. لأنها مهمة، هي قضية الضرب ولجوء للضرب بشكل أو بآخر، وقضية العنف الجسدي يترك آثار نفسية. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم معروف هدية، يعني مرون بالصلاة للسبع واضربوا من العاشر بين 3 سنوات 5400 صلاة.